السلام عليكم خياطات وخياطة، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه ليوم ان شاء الله جيت لكم بالجديد كما العاده، دائما كما تنقول لكم ما كاين عر الجديد ودائما تخرجوا بالفيديو وانتم مستافدين. كما كتشوفوا اليوم غادي نهضر لكم على واحد المشروع اللي هو زوين بزاف وكيكون على طول العام، ماشي شي مشروع اللي كيكون مثلا عر في الصيف ولا عر في البرد، هذا كيكون على طول العام، على يعني العام كامل كتخدمي فيه دائما صيف وشتاء وخريف وكلشي، اللي هو قفطنات طالعين ديال الحضور. كما كتشوفوا هادو كنخدمهم انايا براندا، غادي نوريكم من بعد الموديلات كاملة اللي خدمت، واللي بغى شي حاجه مرحبا. المهم هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله درته بالنسبه اللي بغى ياخذ من عندي هاد القفطنات، اللي بغى يشريهم بالجمله ولا بالتقسيط مرحبا بكم، اللي بغات تشريهم وتعاود فيهم البيع ولا اللي بغات تشري لراسها. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا بروجي شنو يخدموا ولا شنو مثلا هكا افكار كيفاش يخدموا، كاينه اللي عندها الفلوس وما عارفاش اشنو غادي دير، شنو يعني البروجي اتجاه اللي غادي تشد، يعني كنصحكم البنات بهاد القفطنات هادو. كما تنقول لكم هنا خدمتهم انا براندا، الثوب كان خالف، كاين جوهره، كاين الثوب ديال المليفه، كاين هاد الثوب هذا اللي كما شفتوه ديال المليفه هو فيه البريو الداخل، كيجي حتى هو قفطنات زوينين. خدمت فيه هذا اللون وهو يلاه مفصله فيه هنا اصفر بناني ديالو، نقرب لكم الكاميرا كتشوفوا فيه واحد تيعطي واحد البريو. المهم باقا خدامه فيهم، هذا فيه اللوينات ديالو هذا الموديل، هذا كما شفتوا هنايا هذا عندي فيه فيه الراندة ديال الثلاثيه، غادي نشوف واحد الطريف باش نقرب لكم اكثر. ها هي خدمه متقونه ماشي خدمه سواقيه، هي تبان لكم من هنا، شوفوا الغرزات فين والدقات كيفاش دايرين، خدمه كلها متقونه، ما كاينش خدمه السوق كاع نهائيا ما درتهاش. شوفوا الراندة ديالو كيفاش متقونه حتى هي، يعني كله خدمه زوينه. هنا بالنسبه للعقيق خديت هاد السيبورات، هنا خاصكم تاخذوا بالباكيه يعني بالجمله باش كيطلع لكم شويه الثمن ناقص. بالنسبه للثمن ديالو كامل كنبيعهم ب 300 درهم، ما كنتش مبارطاجيهم في اليوتيوب، ولكن جاو عندي شي بنات من اليوتيوب، جاو عندي المحل وقوهم عندي وقالوا لي علاش ما بارطاجيتيش معنا حنان هادو، صوريهم لينا وصوريهم حتى البنات بزاف يستافدوا منهم. قلت لي علاش لا ماشي مشكل، هادو ديجا خدامه فيهم في المحل عندي، ولكن اول مره غادي نبارطاجيهم معكم. كما قلت لكم عندي هاد القفطنات كل واحد وشنو تندير في الراندة ديالو، كاين الراندة اللي كنهبطها غير حصيره جوج غرزات ولا ثلاثه يعني كتهبط عادي، كاينه اللي كنديرها غورميطه ديال اربعه، وكل وحده وشنو هذه فيها الثلاثيه. بالنسبه هنا للعقيق قلت لكم هاد السيبورات كناخذهم الباكيه، وخديت هادو دوريجين، شوفوا كيفاش كيلمعوا بزاف، كاينين العاديين ما تيبريوش بحال هكا، ما تيكونش فيها هاد لابريونس، هذا كتكون بحال الشهبه بحال باهته، ما تيكونش فيها واحد لابريونس زوين. المهم كما شفتوا هنا من بعد غادي ندير لكم واحد هذا، غنصور لكم القفطنات اللي طالعين اللي باقين عندي هنا في المحل واللي تباعوا راه تباعوا. هنايا بالنسبه لهنا كنحط قدامي، شريت هاد العيبات حتى هما، هاد البروش كيطلعوا فنين، هادو خديتهم يمكن 15 درهم الوحده، هادي 15 درهم، كاينه هادي حتى هي، كاينه وحده في واحد القفيطان غادي نوريها لكم، غتشوفوه ملبوسه، نشوف الى حدايا غنوريكم البروش ديالو. المهم هذا مخدوم على هذا الشكل، شوفوا هاد البروش اللي فيه فنه، هاد الموديل حتى هو طلع خطير، واللوين هاد القصبي جا غزال غزال. والراندة كيما شفتوا هادي ثلاثه الغرزات هابطه حصيره كامله، شوفوا الراندة ديالها كيفاش متقونه، يعني ماشي ضربه انا وضربه ليا داكشي ديال السوق، داكشي يعني ماشي هو اللي دايره انا في المحل، راه كاينين تبارك الله جلال طالعين كيطلعوا ما 200 درهم ولا ما عرفتش شحال دايرين ليهم، ولكن راه الراندة ما تقدريش تلبسيها، دقه هنا ودقه لهي. المهم كيما شفتوا الراندة ديالو كامله هابطه كلها متقونه، اللي كتخدم الراندة راه غتعرف الخدمه واش متقونه ولا لا. كما قلت لكم هذا هو البروش اللون الاخر، وهذا اللوين حتى هو كيجيو فنين هادو. غتسولوني منين شريتهم، وليت حافظ الاسئله ديالكم كنجاوب عليها في الفيديو. ولينا خواتات الحمد لله. هادو خديتهم منين؟ من قصريه الحياني في حي الفلاح مدينه كازا، قصريه الحياني حي الفلاح هي منين خديت هادو.
المهم هنا سنوريكم هذا القفطان كامل ملبوس في المانكان باش يبان لكم. بالنسبه للافكار ولا كيفاش كنبتهم كيفاش خرجوا شي موديل زوين، كنحط بحال هكا قدامي العقيق ديالي بحال هكا، ومن بعد صافي كنبدا نستف ونخسرهم ثاني ونستفهم ونعاود نحلهم. المهم كل مره كندير ديكور حتى نشوف اشنو عجبني. بالنسبه لهذا الميساجات التليفون نسيت الكونيكسيون خدامه، ملي كنبغي نصور كنحيد الكونيكسيون. المهم هنا درت بحال هكا، الصراحه ملي كنقوي بحال هكا موديلات والله الا كندوخ ما تبقاش عارفه شنو ندير، بالاخص اذا كان الراس باقي عامر. صافي ما كاين لا ابتكار لا والو بحال هكا. المهم شحال من موديل جاني في راسي وما عرفتش اشنو غادي ندير، غنخليكم هاد المره تعاونوني في هاد القفيطين ما فيها باس. هو الصراحه عجبني هكا بوحدو خاوي، عجبني زوين، جا حلو جا زوين، وحتى هذيك هاد الثلاثيه جات وفنه، غير حنا بغينا نزيدوه واحد اللمسه. بالنسبه للثمن ديالهم طالع كاملين داير ليهم 300 درهم طالعين. شوف كيما شفتوا هذاك القصبي اللي وريتكم بوبو ديال المليفه، راكم عارفين الثمن المليفه شحال، وراندا راندا متقونه ماشي راندا سواقيه، وهاد هاد سيبورات حتى هما راكم عارفين الاثمنه ديال داكشي كله طالع، يعني 300 درهم يلاه فيها حاجه قليله اللي فيها رباح، وبزاف غيقولوا لي ديال اش ديك 300 درهم راه رخيص راك طيحي السوق اختي. شنو نقول لكل واحد يبيع داكشي اللي مسلكو، انا يلاه باديه وباغا ندير كليان داكشي علاش يعني ناقصه الثمن شويه، ما فيها باس حتى ندير حتى انا شي محل في كاليفورنيا ولا في شي في شي موقع اللي كلاس نزيدو حتى حنا الثمن ماشي مشكل. وكاين اللي كيخدم ثاني تبقى من هاد الثمن، حتى هما تنقول لهم الله يعطيكم الصحه وكل واحد يدير داكشي اللي عجبو كيبقى الكاليتي. انا بالنسبه ليا البياسه ديالي غنبيعها بتحميره الوجه، ثوب مليفه يعني بروميان مليفه زوينه ما تتحبب ما والو، وعندي جوهره حتى هي زوينه ما كتحبب ما والو. غادي نوريكم هادشي كامل نسير واحد القفيطان وغندير لكم واحد الجوله تشوفوا هادو اللي عندي في المحل هنا، وانتم غادي تحكموا. شو جوهره راكم عارفين الثمن ديالها، ها هي وحده من هادوك جوهره محطوطه حدايا باقي انا غنفصلها. شوفوا ثوبها كيفاش داير وطايحه، هانتوما هادوما اللي كنخدم بهم، حاطه حدايا هادي واحد اللويه اخر تا هو مفتوح تا هو اللي غنفصلو. بالنسبه للراندا شي حاجه كنت كنخدمها راسي، من بعد دابا صافي وليت كندفع كلشي، مابقاش كيبقى ليا الوقت فين نجلس نخدم الراندا، وليت كندفع المعلمات ديال الراندا الله يعطيهم الصحه حتى هما، خدمتهم زوينه ومتقونه، ولي ما عجبتنيش خدمتها ما تنعاودش ندفع عليها الخدمه صافي، لان انا باغي خدمه نقيه يعني سديها وتبقى بتحميره الوجه. كما شفتوا البنات هذا الموديل هذا اللي درت، واش ندير هذا هو الاول؟ خليوه لي في التعاليق قولوا لي واش الاول ولا الثاني. هاد القفيطان هذا غيطلع على ذوقكم ان شاء الله. شوفوا هذه دابا بحال هكا كيطرى ليا، بحال دابا شاركت معكم الكواليس ديال الخدمه ديالي. كنستف بحالكم نعاود عاوتاني تنقول لا ما جاتش زوينه، من بعد درت هنا بحال واحد الصبوله، وانتم قولوا لي واش ندير الاولى ولا الثانيه. المهم اللي وريتكم هي الاولى وهذه هي الثانيه، كنبقى نقاد بحال هكا راسي حتى كنت حتى كيعجبني الديكور صافي، وكنثبتو بالكولا. غنوريكم الكولا حتى هي، كنت ديجا وريت لكم في واحد الفيديو الكولا اللي كنخدم بها، كنثبت بها العقيق عاد كنعطي للسيده اللي عندي كنعطيها تعاود عليهم بالبروخير، ولكن في الاول كنثبت كما قلت لكم بالكولا باش تبقى شاده ليا في بلاصتي. من بعد ما كتحتاجي لا مرمه لا والو، كتعاودي غير بالبروخير غير بيدك، ما كتحتاجيش تدخلي المرمه. كاين هذا الشكل حتى هو ديال السبوله. المهم البنات ما تضحكوش عليا ابتكاراتي على قد الحال. كاينه هاد السبوله حتى هي، شوفوا كيفاش كتجي، واخا دابا راه كنشوف انا في الكاميرا راه ما عطيتش اللوينات اللي عندي هنا صراحه. وهاد العقيق هذا حتى هو راه تيهز الفلوس، حتى هو زايد يعني ثمنه راه طالع ماشي رخيص. كاينه هذه حتى هي، نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوها. هاد السبوله معرفش ما تتبانش هنا مزيان، المهم قولوا لي نتوما اشنو. انا الصراحه عجبتني هاد السبوله هادي حتى هي جات زوينه صافي، انا حيدت كلشي دابا. المهم قولوا لي الاولى ولا الثانيه، ما عرفتش الثالثه اشنو غادي نزيد فيها، وشي نصائح من عندكم الى عندكم هكا باش تفيدوني شي افكار شي حاجه زوينه نحطوها ان شاء الله ونستافدوا مع بعضياتنا. صافي كاين داك الموديل اللي كتشوفوه اغلبيه في ما
مواقع التواصل الاجتماعي ولي داكشي اللي محطوط اللي هو هذا، كيكونوا بحال هكا مقابلين، وحده كتشوف وحده، كيجيو على شكل الوريدات، كيجيو بحال هكا، والراندا كتبقى في الوسط. هذا الشكل الثالث، وغنوريكم الشكل اللي درت بالبرونز. كاين هذا الشكل حتى هو ونتبع نهبط بحال هكا شي 3 ولا 4، وكاين الشكل الاخر اللي درت في القفطان ديال البرونز غادي تشوفوه، درت بحال هكا ودرت هذه هنا وزدت عليها، زدت كملت بحال هكا، زدت كملت الطول ديالها بهاد السيبورات هذا بحال هكا. كما شفتوا هاد البروش هذا حتى هو تيجي زوين. المهم ما نطولش عليكم الفيديو، كنتمنى نكون عطيتكم الافكار اللي نتوما محتاجينها، ودابا غنمشي باش نوريكم القفطنات اللي عندي مخدومين، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها. الثمن كما قلت لكم 300 درهم القفطان طالع، توب راندا بالتنبات ديالو وكلشي، كنتمنى الثمن حتى هو يكون مناسب. ويلا دابا باش نشوفوا القفطنات الاخرين. المهم القفطنات هما هادو اللي قلت لكم كما شفتوهم، هذا في البلون كاسي مليفه، فيه نوريكم واحد بواحد، فيه الخدمه ديال شوفوا الدريس كي داير، فيه الخدمه ديال الكورميد، خدمه نقيه ومتقونه. هذا درت لي هذا البروش كما كتشوفوا، والكميمات حتى هما فيهم الدريس كيجي على هذا الشكل هابط حتى لتحت، فيه افتتاح القدام، وكاين هذا القصبي هذا اللي وريتكم قبيله حتى هو تيجي على هذا الشكل زويون الدريس اللي فيه. قفطنات خفاف وزويونين، يعني لشي حاجه هكا شي مناسبه على غفله ولا شي هكا، بالنسبه للنفيسات اللي كيكونوا والدين كتبغي هكا قفطان خفيف تلبسيه. هذا ديال جوهره هابط براندا ديال العقيق حتى لتحت حتى هو، هانتوما شوفوا الخدمه كيفاش متقونه، خدمه زوينه ونقيه تبارك الله على المعلمات ديالي. زعما هذا الشكل هذا بحال هكا حتى هو فيه افتتاح لتحت. وكاين هذا هو اللي صورت لكم به لا فيديو، قلت لكم عاونوني فيه كيفاش غندير ليه. كما كتشوفوا هنا راه قلت لكم تيجيني زوين، عجبني بلا تنبات بلا والو، عجبني بحال هكا. وتتقولوا لي حتى نتوما رايكم واش ندير ليه التنبات الاول اللي وريتكم، ولا الثاني ولا الثالث، ولا نخليه بحال هكا سامبل. المهم نتوما تقولوا لي شنو كاين. وهادو هما القفطنات اللي عندي هنا دابا، ومن غير اللي تباعوا مع بصراحه ما كنتش صورت لكم هادشي، كنت كنحط لكم غير الكنادرات، هما اللي كنت كنحط لكم البيع. وجاو عندي كما قلت لكم بنات قالوا لي غير بارطاجي معنا حتى القفطنات بغيناهم. المهم كما شفتوا البنات هادو الثمن ديالهم 300 درهم، 6000 ريال الواحد طالعين، ما كاين لا تصدعي راسك بالشريان الثوب لا فصلي لا مولا الراندا لا شكون اللي غيخدم ليك نبات، كل شيء عليا. وكيطلعوا زوينين الصراحه، الثمن مناسب. وهما هادو كما شفتوا، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، ونكون شاركت معكم كاع المعلومات كما العاده. ولا نسيت شي حاجه خليو لي في التعاليق، انا كنبان في المرايه. المهم هادو كما شفتوا كلهم فيهم التلوينه ديالهم، هاد المرتديله هاد الكاشيري عندي فيه اللوينات ديالو، اللي بغات شي حاجه تصور لي وتصيفط لي في الواتساب، غنخلي لكم الارقام هنا غادي تشوفوهم. هذا حتى هو كما وريتكم فيه الصفر بناني ديالو فيه اللوينات، وهذه المليفه خلاص حتى هي فيها اللوينات ديالها. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، الفيديو الجاي ان شاء الله.